يا بيبي مالك يا حبيبتي؟ زعلانه ليه؟ متضايقه. ليه يا روحي؟ عشان بابي ما كانش يوصلني مطار يوم فرحي. احسن عشان نبقى لوحدنا. ما هو بصراحه هو معذور كمان يا حبيبي، انا ما اقدر اشعره بصراحه. انا لو عندي بنت زي القمر زي كده وحد جاي ياخدها مني انا اقطعه. ايوه اضحكي كده، ده انا محضر لك رحله. محضر لك رحله تجنن، حاجه ما حصلتش. بص يا ستي بقى، احنا هننزل من الطياره دي هناخد طياره تانيه لمده 22 ساعه. هنوصل بيها بلد اسمها سامويارا. من هناك بقى هناخد طياره تانيه لمده 14 ساعه. هنطير بيها ننزل على بلد اسمها كامورا. من هناك بقى هنركب فيلين. فيلين لذيذ قوي. اطاقيت كده نقعد نتمشى بيهم كده اهو لغايه ما نوصل لبلد بصي اسمها سيكولاند. من هناك هناخد طياره لمده 4 ساعات. الله. هنعدي بيها المحيط. اول ما نوصل هناك هنوصل لبلد اسمها سهياتا. من سهياتا بقى هنوصل هناك ناخد قوارب نمشي في المايه لمده 3 ايام. من هناك هنوصل جزيره اسمها ساهاياما. مش هي دي جزيره طبعا؟ مش هي دي. احنا رايحين جزيره اسمها ماهايانا. هي دي الجزيره، هي دي اللي احنا رايحينها. ساهاياتا دي بقى ما فيهاش اي مواصلات، فيها مدق طويل كده يعني طوله حوالي 2 ميل، رمل وحصى وزلط وبلاوي زرقاء يعني. اي بس انا مش همشي بالفستان. انا هشيلك يا حبيبي فوق كتافي كده وفوق ايديا هشيلك كده. ونوصل هناك بقى وابتدي بقى كل هزار والدلع وشهر العسل. ايه مش بالطياره؟ نقول فين يعني؟ لما نوصل لا مهيانا مهيانا مهيانا. وصلني مطار. انا محضر لك بروجرام هايل هايل.